كابتن علاء، مساء الفل. مساء الخير استاذ شبان، اهلا بحضرتك. الاول انا عايز اهنيك على الـ على الـ الـ ادائك الموسم ده، قبل ما اهنيك عن قياده طلائع الجيش طبعا، لكن ادائك الموسم ده كان ملفت. اول مره اشوف ناس تشيد بمدرب فرقته نزلت. الحمد لله، ده فضل كبير عند ربنا استاذ محمد. بصراحه وانت من يعني اول الناس اللي كانت بتشيد، كنت بتكلمني بعد كل طبعا مباراه طبعا وكنت بتدي لي تقدير، يعني ربنا طبعا، بس يخليك. هو الوقت ما سعفكش، والمباراه بتاعت البنك الاهلي خانتك بصراحه. خانتني في اخر 5 دقائق يعني من اللفظ انا الاول، اقصده، يعني لان انت كنت يعني في الماتش ده تستحق تكسب. والله كنا ضيعنا اهداف كتير جدا، كنا ممكن نحط الهدف، بس يعني النصيب الحمد لله على كل طبعا شيء. هو نصيبه. يعني انت بتتكلم، انت يعني كام نقطه يا كابتن؟ 33 نقطه. انت لو كسبت الماتش ده 36 كان زمانك مع المحله بتشوف بقى المواجهات المباشره والكلام ده. بالظبط بالظبط، انت وكنا مواجهتك هنحط الفرق التانية. لا طبعا كانت تحت مواجهات ضغط. تحت ضغط، هي المواجهات لا كانت برضو للاسف، لان احنا انت عارف انا جيت متاخر، كانت المواجهات المباشره صالح المحله، كانت لصالح الاتحاد الجونه. والجونة، لا سوري، الجونه المحلة متصابين، بس والجونة. الجونه لا هم كسبانين ماتش قبل ما اجي، وانا كسبتهم الماتش الثاني في الجونه، فانما كان ممكن يبقى فارق اهداف برضو لصالح الجونه. فيعني ده يمكن النتائج الاسبوع الاخير، حتى لو كنت كسبت البنك الاهلي كنا ننزل، بس كان هننزل هو انت يا بشكل كابتن مسكت افضل. كام فرقة مع استر؟ كام ماتش قصدي؟ حوالي 29 ماتش، حوالي 29. بس في نقطة يا استاذ شبانة، تمام. ان بدأت بلعيبة اللي هم كانوا اختيارهم في الاول لعبت لغاية ماتشات يناير. كتير، فدي برضو اثرت، لان انا بعد لغاية يناير ما غيرت. عدلت واشتغلت وجبت لعيبة جديدة، يعني من يناير يا كابتن عملت كام ماتش تقريبا؟ يعني قول مثلا حوالي 22 مباراة مثلا ممكن. انت حاسب نتائجهم بقى؟ يعني كسبت كام مباراة وتعادلت كام مباراة وخسرت كام مباراة؟ والله ما حصلش، انما تقريبا يعني كسبت حوالي 5 مباريات وتعادلت مباريات كتيرة وقدمنا نتائج كويسة. لا كسبت حوالي 7 مباريات في ماتش الزمالك انت الأخير، كنت ماسك كام نقطة؟ ما فيش ولا نقطة. يعني بتتكلم، يا نهار ابيض. وبعدين كاستاذ محمد كان اللي فوقينا، اللي احنا حصلناهم في النهايه كان فوقينا ب 14 نقطه و13 نقطه خد بالك، انت كسبان و15 يعني، انت نقطه. كسبان 7 ومتعادل 12، بالظبط كده. لان انت ماسك من غير ولا نقطة، فكل النقاط دي انت اللي جايبها المفروض. فالناس دي كانت سابقانا، فان احنا نوصل معاهم لغايه الاسبوع قبل الاخير ونحصلهم، يبقى المباراه او النتيجه على مباراه واحده، يعني يبقى احنا عملنا طبعا شغل كويس الفترة الأخيرة. فده كان فضل عند ربنا، وده اللي لقيت تقديره فعلا، مش يعني منكم كإعلاميين كل وكنقاد مجتهد نصيب يا ومحللين. كابتن. اصله الاجتهاد بيظاهر للناس يعني بصراحه، يعني فالناس قالت رايها فيك بكل صدق، فكان يعني برضو ربنا برضو سبحانه وتعالى اكرمك بانه على طول طلائع الجيش اول ما فكر في مدير فني جديد بعد الكابتن طارق على طول كابتن علي عبد العال بصراحه يعني. ده ما ده 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 كرم ربنا، وده التقدير اللي خدته فعلا، يعني الحمد لله رب العالمين. اسرع مدير فني اتسكن على طول بعد نهايه الدوري، ما فيش ساعات، تاني يوم على طول. خد بالك انا قبلها، ده انا ليلتها كان معاك كابتن طارق العاشر على التليفون بيقول لي انا ظبطت كل حاجه يعني مكمل، قال لي مكمل هتجدد، قال لي هجدد. الصبح لقيته معتذر، اخر هم النهار لقيتك اتفاجئوا. مدير فني، هم اتفاجئوا طبعا من اعتذاره. هو برضو يعني قبل ما نخش في موضوع طلائع الجيش، يعني هي حسبة اتعملت ان فريق ايستر كومباني هو رابع الدوري في الدور الثاني ده انت عملت يعني بالارقام بالارقام رابع الدوري في الـ في الـ في في الدور الدور الثاني. الثاني نتائج. للاسف. فانما طبعا اللي فات ما اسعفناش، فالحمد لله وفضل كبير من عند ربنا ان يطلبني ان انا اكون مدير فني رابع الدوري. يعني طبعا طبعا الفريق طلع طبعا الجيش اللي طبعا مفنش رابع الدوري لما يطلب علاء عبد العال، فدي ثقة من قيادات هناك، من المسؤولين عن طبعا الرياضة طبعا والكرة. وهم ناس فده عندهم خبرات وفاهمين برضو انه انت عملت مجهود كبير مع ايسترن، وان في الاخر كان حظ يعني. مظبوط مظبوط يا كابتن شباب، قول لي مظبوط. بقى، كلموك في نفس اليوم اللي هو اللي تعاقدوا معاك فيه حاليا؟ كان اسرع تعاقد، يعني مكالمة من العميد احمد المهدي، ومفوض طبعا من الإدارة تمام. والقيادات، رحت منشيت البكري بقى ورحت منشية البكري وتم اللقاء والقعدة، خد بالك انا ساكن وما في فيش. الاريا دي والله طبعا هنشوفك كتير هناك في بقى كده إن خليفة شاء الله، المأمون. خد هنشوفك كتير هناك إن شاء الله. ده انا قصادك الناحية التانية على طول، مصر الجديدة. حبيبي يا أستاذ محمد، ف
فتم الاتفاق على طول، ما خدناش وقت يعني، لان هم مؤسسه كبيره وزي ما حضرتك قلت فاهمين كويس قوي في لا الاحترافيه طبعا طبعا، نادي الكرويه، ف اداره وكل الاجواء محترمه مهيئه ونادي مستقر طبعا يعني مكان مهيئ لنجاح اي مدير فني طبعا. فان هم شاء الله عندهم خير. ميزه، ما بيسيبوا المدير الفني بيشتغل بدون ضغط وبدون اي حاجه، والناس صراحه. بس كان في كلام ان هم ان في بعض اللاعبين هتمشي، يعني سمعنا انه بسام رايح المصري، سمعنا ان عمرو السيسي جاي له عروض او الزناري او الكلام. هل اتفقت على في ان في اتنين تلاته ممكن يمشوا السنه دي، وتعويضهم هيبقى ازاي؟ بص يا استاذ محمد، اولا يعني حته مين هيمشي ومين هيقعد لسه ما تطرقناش للحته دي، لان انا يا دوبك كان القعده للتعاقد وتم توقيع العقد فعلا. لسه في لقاء خلال الاسبوع اللي جاي ان شاء الله باذن الله مع الاداره، ونبدا نشوف البلان اللاعبين اللي موجودين او انت اللي عندك هيجوا. ازمه يا كابتن لو مش اتنين او تلاته من الطلائع؟ لا ما عنديش ازمه، لان نقدر نعوضهم باذن الله. انا واثق ان اداره نادي الطلائع تقدر تعوض هؤلاء اللاعبين اللي هيمشوا، انما ممكن الازمه تكون في حراسه المرمى. يعني محمد بسام لازم نعترف ونقول ان هو حارس مرمى كبير، وحرس عرين طلع الجيش فتره كبيره طبعا وكان خير سند ليهم. فهل لو مشي بسام في البديل كويس؟ انت عارف دلوقتي حارس المرمى بيمثل اكتر من 50 طبعا 60 طبعا. 70% من بس انت قوه هل الدفاع. عينيك على حد يا كابتن؟ برضو حضرتك كنت مدير فني في الدوري كله، اكيد برضو تابعت كل حراس المرمى الاساسيين والبدلاء والكلام ده، هل انت برضو في دماغك عينيك على حد، لا لسه بحيث لو والله ما مشي عنديش بسام يبقى انت عندك بديل او كذا؟ اكيد هيبقى فيه، بس هي دلوقتي اي نادي عنده حارس مرمى مميز مش هيفرط فيه بسهوله، لازم نعترف بهذا الاساس. يعني مثلا مهدي سليمان حارس مرمى كويس جدا، بس تمام، تعاقد مع الاتحاد تاخد مع السكندري خلاص. الاتحاد. في حراس مرمى نشوف بقى، في عماد السيد حارس مرمى كويس في الجونه، نشوف وعماد عمر طبعا رضوان. حارس مرمى كويس جدا، وعمر رضوان طبعا. يعني هل ممكن يجي معاك حد من استر؟ يعني كان في ميهوب، كان في متعب، اوفا اعتقد، يعني كانت اوفا راجع سيراميكا لان هو كان معار من سيراميكا، هل ممكن انما تاخد معاك دكه لعيبه من استرن يعني؟ لسه هو سابق الاوان، ولسه هنقعد مع الاداره، لان يعني اعتقد ان هم جايبين لعيبه برضو بشكل كويس قوي، والعميد احمد المهدي باذل جهد كبير جدا في الموضوع ده. وفي كلام محمود فلسه وحيد، محمود وحيد اعتقد ان هو خلص من النادي الاهلي. صفقة كويسة يعني طبعا. طبعا اعتقد ان يعني انا واثق ان هم اداره النادي طلع الجيش هتوفر لاعبين على مستوى عالي، وده المطلوب، لان انت اولا مفنش رابع دوري، فمهم جدا ان انا كمان كلاعب عبد العال احافظ على الليفل ده وما طبعا نقلش عنه باذن الله. دي نمره واحد. نمره اتنين، طلائع الجيش هيشارك في البطوله العربيه، طبعا، فمهمة برضو فبطولة مش سهلة قويه جدا طبعا، طبعا. وانديه انت عارف انديه الخليج والشمال افريقيا بتبقى مميزه جدا، فبالتالي لازم نظهر فيها بشكل كويس ونحقق نتائج كويسه. فلازم يبقى معانا سكواد لاعبين يقدر يسد في الجزئيه دي او في البطولات دي. طبعا مع بطوله الدوري طبعا هتبقى في منتهى القوه الموسم الجديد، فان شاء الله انا واثق في اداره طلائع الجيش يعني انهم حضرتك بس هيوفروا. متحفظ على فكرة حراسة المرمى، ولو لقيت البديل خلاص، لكن بالنسبة لعمرو السيسي او الزناري تقدر تعوض ده؟ لا هم طبعا لعيبه كويسه ومميزه، انا فاهم طبعا. هو الاهم التعويض، هل هيبقى في تعويض بشكل كويس؟ انما خد بالك ان في شباب طالع يا كابتن في الاهلي والزمالك، احنا شفنا المباريات الاخيره كتير مميز، يعني انت وانت من صناع اللاعبين يعني زي الكابتن طارق كده، انتوا الاثنين الحقيقه بتقدروا يعني تصنعوا لعيبه وتظهروا لعيبه ولكوا عين مختلفه في القصه دي بصراحه يعني. ده فضل عند ربنا، وان شاء الله هنقعد مع الاداره والمسؤولين عن الكوره هناك في طلائع الجيش، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. وهم بالامانه يعني من اول لقاء قالوا لي هنوفر لك كل الاجواء، يعني بحيث ان انت تشتغل بشكل مريح جدا في الملعب، وده شيء فعلا ده موجود في نادي طلائع الجيش. في كلام كان بيتقال ان ممكن مصطفى فتحي يبقى في طلائع الجيش بسبب ما اعرفش، الكلام ده اتعرض عليك يا كابتن؟ لا لسه والله ما في، احنا ما لحقناش، كانت القعده بس للتعاقد، انما ك ك
الشغل لسه ما بدأناش، هيبقى في وسط الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. عموما نادي طلاع الجيش نادي محترم، واعتقد ده خير يعني تكريم لمجهودك السنه دي مع ايستن يا كابتن علاء. دي حقيقه، دي حقيقه بصراحه يعني. وعلى فكره انا يا استاذ محمد برضو يعني كان في كلام من بعض انديه اخرى ان 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 ممكن علاء مرشح، بس لما جم مسؤولين في نادي طلاع الجيش كلموني ما كانوا اسرع يعني، كانت المفاوضات سريعه. لا ما انتظرتش. هتقول لنا اسماء الانديه ولا ما؟ لا، يمكن هي الانديه اللي بيدور حواليها ان ممكن يبقى في تغييرات في الاداره الفنيه، الكل يعلمها يعني. انما لما نادي طلع الجيش عرض عليا والناس شاريه لي بشكل كويس قوي قوي قوي، ما اتاخرتش يعني. في كلام ان امبي ممكن بيغير المدير الفني بتاعه، في كلام اتقال على سيراميكا كليوباترا، في كلام اتقال يعني، في كلام اتقال في كذا مكان يا غازي المحله. دي حقيقه، دي حقيقه. ويمكن ممكن برضو الثلاثه دول ان وصلني ان غازي المحله كان مطلب جماهيري ان علاء عبد العالي يكون موجود. دي حقيقه، دي ده واقع. وفعلا عن طريق احد الوكلاء نكلمه ان هم يروحوا يطالبوا بتواجد علاء عبد العال، الجمهور نفسه والمشجعين اللي هم الكبار بتوع النادي. انما بمجرد ما اتعرض عليه طلع الجيش لم اتوانى ولم اتاخر. انت حسيت بالجديه في الاتفاق، فيعني واستخرت ربنا واتكلت على الله. طبعا طبعا طبعا. وده شرف، ومؤسسه عسكريه، وانا ابني برضه مؤسسه عسكريه شرطيه. فاكيد انت كابتن رتبتك ايه دلوقتي؟ لا انا خلاص بقى، انا سويت بقى عشان التدريب بقى. طلعت عميد بقى ولا ايه؟ على عميد. طلعت عميد يعني، بعد كده اقول لك بقى سياده العميد. ربنا يخليك يا استاذ محمد. انت كمان عميد في الكوره، خد بالك حبيبي. ربنا انت كام سنه تدريب دلوقتي يا كابتن علاء؟ لا انا كتير كتير، اكتر من كام، اكتر من 25 سنه تدريب. طب شوف، طب العميد بياخد في الشرطه بعد كام سنه يبقى عميد؟ هي برضه 25 سنه. طب يعني انت عميد في الاثنين. الف مبروك، انا سعيد جدا بالثقه اللي اديها لك طلائع الجيش كابتن علاء، وانت على قدرها ان شاء الله، ودايما تمتعنا في الملاعب باذن الله. بشكر شكرا جزيلا الكابتن علاء عبد العال.